مرحبا بكم في قصة جديدة، أسرد عليكم قصتي الواقعية عندما انتقلت من الأرياف إلى المدينة. أنا اسمي فيصل. خلال عامي الأول تعرفت على مجموعة من الأصدقاء الجيدين الذين يعيشون معي في نفس الحي. أقرب صديقين لي هما محمد وعلي. اعتدنا دائما قضاء الكثير من الوقت معا والخروج وربما السهر حتى وقت متأخر من الليل. في الواقع كانت حياتي أقل ما يقال عنها أنها مثالية. كنا نحب كثيرا الخروج والتنزه في مختلف الأماكن، ومن ضمن هذه الأماكن البر. التخييم في البر بالنسبة لي من الأمور المقدسة كل عام، فعندما ينتهي فصل الصيف وتصبح درجات الحرارة منخفضة أحب الذهاب إلى البر، تارة برفقة أقربائي وتارة برفقة الأصدقاء. ولكني الآن في مكان آخر، قد انتقلت من محافظة إلى محافظة جديدة، حيث أن المسافة كبيرة جدا. لذا قررت عرض هذه الرحلة على صديقي المقربين محمد وعلي. في الواقع فاجأتني ردود أفعالهم، فعلي وافق جدا وكان متحمسا للذهاب إلى البر والاستمتاع بضوء القمر ليلا. أما محمد فقد كان خائفا، لأنه كان دائما يسمع قصص الرعب التي تحدث في البر. حاولنا تهدئة محمد وإقناعه بأنها ما هي إلا رحلة سوف تستغرق يومين فقط في منتصف الصحراء، حيث سنكون بمفردنا. واقتنع محمد أخيرا واتفقنا على الذهاب إلى البر يوم الجمعة عند الساعة 3 عصرا. قمنا بتحديد الموقع الذي سوف نذهب إليه، وبدأنا نستعد ونحضر أغراضنا من أجل الذهاب. كنت أعتقد أن هذه الرحلة ستكون رائعة، ولكني لم أكن أعرف ما ينتظرني. حان موعد الذهاب واتجهت إلى سيارتي. ذهبت إلى منزل محمد ومن ثم علي، الذي كان يبدو عليه أنه متحمس جدا وكأنه لم يذهب إلى البر من قبل. عندما وصلنا إلى الموقع وجدنا أنه مليء بالشباب الذين سبقونا، فكما ذكرت لكم الكثير يحبون الذهاب إلى البر في مثل هذا الوقت من العام. لم أدري ماذا أفعل أو إلى أي مكان أذهب. لم يتأخر علي وأشار علي بالذهاب في اتجاه محدد. أخبرت عليا بأني لا أعرف إلى أين سأذهب إذا اتبعت هذا الاتجاه، ولكنه أخبرني بأنه يعرف مكانا لا يعرفه أحد، وسوف نصل إلى مكان جميل جدا في وسط البر. على الرغم من أن محمد لم يوافق، لكن لم يكن بيدنا أي شيء آخر نفعله سوى الذهاب إلى الوجهة التي اقترحها علينا علي. كانت الشمس على وشك الغروب، ولم يكن الطريق واضحا بما فيه الكفاية. فجأة بينما كنت أقود السيارة ببطء شديد خوفا من أن أصطدم بصخرة أو أي حيوان، حدث لي أمر جمد الدم في عيني. نظرت في المرآة لأرى صديقي علي الذي كان يجلس في الخلف بمفرده. رأيته ينظر إلى سقف السيارة وعيناه لونها ابيض تماما ويتبسم. شعرت بالفزع ولم أنتبه للطريق، فإذا برجل كبير في السن يقف أمامي ويبتسم. عدت لأنظر لعلي فوجدته نائما، وإلى جانب محمد كان قد غط في نوم عميق. أيقظت أصدقائي وأخبرتهم عما رأيته، ولكن ذلك الرجل العجوز كان قد اختفى. أقنعت نفسي بأن ما رأيته لم يكن سوى تهيؤات فقط من كثرة قيادتي للسيارة في ذلك اليوم. وصلنا إلى الموقع الذي أخبرنا به علي، وهنا كانت المفاجأة الثانية. لم نعثر على خيمتنا، مع أنني كنت متأكدا بأنني وضعتها في السيارة. الغريب في الأمر
أنه على بعد أمطار قليلة كانت هناك خيمة وإلى جوارها بئر. كان الجو في الليل باردا، وبالتأكيد لن نبقى طوال الرحلة في السيارة. أشار علينا علي بالتوجه إلى تلك الخيمة واكتشافها، فربما تكون بحالة جيدة. لم نرى أي أحد في المكان، وبالتالي ربما يكون صاحب الخيمة قد تركها وسيعود في أيام قادمة. إذن لا مشكلة في استعمالها ليوم واحد فقط. لم يكن بيدنا أي خيار، فذهبنا إلى تلك الخيمة. كانت الخيمة مرتبة جدا، وكأن صاحبها كان بها منذ ساعات قليلة فقط. قررنا المبيت هنا هذه الليلة، وفي مساء اليوم التالي سوف نعود إلى بيوتنا. جلسنا نتناول الطعام وبدأنا نتحدث عن الجن أنا وعلي. كان محمد يشعر بالخوف الشديد، بينما كنت أنا وعلي نتحدث ونضحك. فجأة سمعنا صوت محمد يصرخ: انظروا، انظروا إلى هناك. نظرت أنا وعلي فلم نرى شيئا. قلت لمحمد: ماذا رأيت يا محمد؟ قال: رأيت رجلا عجوزا ينظر إلي ويبتسم من بعيد. حينها أدركت أن ما رأيته أثناء قيادتي لم يكن مجرد وهم، إنه حقيقي. ولكن يا ترى من هذا الرجل؟ وماذا يفعل في وسط الصحراء؟ في الحقيقة ندمت لأنني وافقت على اقتراح علي واتجهنا إلى وسط البر. لم أتمالك نفسي وأخبرت علي ومحمدا عما رأيته في الطريق. اقترح محمد أن نعود إلى المدينة فوافقت، ولكن علي رفض ذلك. لا أكذب عليكم، كنت أشعر بالخوف أنا ومحمد لأننا رأينا ذلك الرجل العجوز، أما علي فلم يرى شيئا، ولذلك هو يظن أننا نتوهم فقط. في النهاية أقنعنا عليا بالعودة إلى بيوتنا والذهاب إلى البر في يوم آخر. اتجهت إلى السيارة فكانت المفاجأة: بطارية السيارة معطلة عن العمل، إذن السيارة لن تعمل. أخبرني محمد أن أتصل بأخي الأكبر وأطلب منه الحضور لكي يقل لنا، فوافقت، ولكن هواتفنا اختفت فجأة. بحثنا عنها في كل مكان ولم نعثر عليها. شعرت بالخوف أكثر. كان أملنا الوحيد هو ظهور صاحب هذه الخيمة. مشكلتنا الأكبر كانت في المياه التي كانت على وشك النفاذ. إننا في وسط الصحراء، وبالتأكيد لن يصل أحد إلى هذا البعد. أشعلت النار وجلسنا ندفئ أنفسنا في الخيمة. فجأة غلبني النوم. استيقظت وكان الظلام حالكا، ولكني لم أعثر على صديقي. خرجت مسرعا من الخيمة فوجدت علي يسير باتجاه الخيمة وكأنه في مكان بعيد. قلت لعلي: ماذا هناك؟ وأين صديقنا محمد؟ قال علي: لقد نمت، وعندما استيقظت وجدتك ولم أعثر على محمد. خرجت من الخيمة فوجدته يسير عائدا متتبعا آثار السيارة. لابد أنه شعر بالخوف وقرر العودة سيرا على الأقدام. حاولت اللحاق به ولكنني لم أتمكن من الوصول إليه، لأنه كان يسير مسرعا واختفى وسط الظلام. طلبت من علي أن نذهب للبحث عنه، ولكن علي رفض. في هذه اللحظة تذكرت ما رأيته عندما تحول لون عيناي علي إلى اللون الأبيض. كان الماء قد نفد منا، ولذلك قررت الذهاب إلى البئر التي تقع خلف الخيمة. ذهبت إلى البئر فكانت الصدمة: محمد مذبوح وملقى في البئر. التفت فرأيت علي يقف خلفي مبتسما وعيناه لوناهما أبيض، ويقول بصوت غليظ: مرحبا يا فيصل، كان صديقك محمد هو غنيمتنا لهذا العام.
أعذك بأن تكون أنت غنيمة العام القادم. على الفور بدأت أركض مبتعدا عن الخيمة. كان موعد الفجر ولذلك قررت ألا أتوقف عن الركض. تتبعت الاتجاه الصحيح، فقد كنت خبيرا في النجوم لأن أخي اعتاد أن يأخذني إلى البر في صغاري. بينما كنت أركض كان على يميني تل صغير. أعلى التل كان هناك منزل صغير. رأيت ذلك الرجل العجوز ينظر إلي مبتسما وأشار إلي بيده وكأنه يودعني. لم أنتبه أن أمامي صخرة كبيرة فاصطدمت بها. استيقظت فوجدت نفسي داخل المشفى. كان إلى جواري أخي الكبير. على الفور قلت لأخي: كيف عثرت علي؟ قال لي: ألا تتذكر؟ لقد أرسلت إلي رسالة أخبرتني بها أن سيارتك متعطلة وأن أصدقائك قد عادوا بسيارتهم وطلبت مني القدوم على الفور. ذهبت إليك فوجدتك في خيمة مغمى عليك من قلة المياه فأحضرتك إلى هنا. عدت إلى المنزل بعدها فوجدت ورقة على المكتب تقول: الحمد لله أنك بخير يا فيصل، لا تنسى رحلة العام القادم، سوف ننتظرك. هذه القصة منقولة لكم من موقع قصص واقعية نحو عالم آخر.